واحنا مهما كان يا استاذه اللي احنا بنطلبه حاجه واحده بس، انتظروا لحد بعد اذن عليك. انتظر. طب انا عايز اعمل اقول لحضرتك الاسبوع اللي فات كان في تعدي بين المحامين على بعض القضاة وغلق بعض المحاكم في المحافظة. الاعتداء يا فندم؟ غلق المحامين للمحاكم وتعطيلهم. اتفضلي. انا يعني كنت متابعه جدا انه الفتره اللي فاتت دي او في الاسبوع اللي فات تحديدا ان كان في بعض المحامين قاموا بغلق محاكم ومنع القضاة من ممارسه القرار. هقول لسعادتك، هقول لك كان اذا كان معتقدين تماما ان جزئيه غلق المحاكم او اذا كان تعطيل العمل في المحاكم مع قضاه لا يعرفوا معنى العداله فده ملهوش معنى. ده احنا بنقفل المحاكم حمايه للشعب المصري من القضاه اللي قابعين على منصاتهم وقاعدين باعتبار ان هم بيبثوا فساد في هذا المجتمع. احنا بنرفض هذا الكلام ولذلك ان اغلقت جميع المحاكم كي نطهر القضاء المصري من هؤلاء زبانيه الرئيس المخلوع وزبانيه السلطه التشريعيه الفاسده. قبل كل شيء حضرتك انا سمعت المستشار زكريا عبد العزيز لما بيقول ايه، بيقول انا على ما اعتقد ان دول اتباع للي هم مش عاوزين المحاكمات تتم للرئيس. انا سمعتها كنا حصل كلاش ما بين المستشارين بين الدكتور احمد مكي والدكتور حسام الحجاني ومجموعه من المحامين اعتراضا على ماده مش اعتراض على المشروع. لا يا فندم انا بعيد عن حضرتك الكلام بعد اذنك، ومن فضلك باعتبار سعادتك صحفيه او اعلاميه بقول لحضرتك اللي على لساننا يتقال ولا نقتضي بالكلام بعد اذني معاليكي. انا بقول لحضرتك من فضلك انا لست وما زلت بكرر المره المليون، نحن لسنا ضد ماده بعينها بل ضد القانون، مشروع قانون السلطة القضائية الفاسد المشبوه. هذا القانون الذي يمرر لصالح هؤلاء الفسدة. أظن كلامي واضح ومعلوم لحضرتك. يبقى احنا مش نص مادة 18 ولا نص 17. عارفة حضرتك من ضمن القوانين بعد إذن حضرتك، عارفة معنى إيه الكلام ده؟ أنا هديك مثال بسيط. بالنسبة في مادة من المواد بتقول إيه؟ أن القاضي لا سلطان عليه. في القانون الجديد. أن القاضي لا سلطان عليه، لا رقابة ولا هيئة رقابية ولا تفتيش قضائي ولا ولا ولا، ولكن السلطان عليه هو ضميره فقط لا غير، هو الذي يحاسبه. هو أنا قاعد في الآخرة عشان أحاسب القاضي بضميره؟ يبقى هنا الكلام ده من فضلكم بيستخفوا بعقول الشعب المصري. ولكن نقول لهم نحن محامين مصر ونحن من شعب مصر ونحارب من أجل مصر ضد هؤلاء الفسدة، لأن بالفعل حتى هذه اللحظة لم يطول بعض القضاة الفاسدين في القضاء المصري حتى الآن، صاروا 25 يناير، وبنقول كالآتي إن إحنا وراهم لحد ما نطهر القضاء من أمثالهم الزبانية القدامى اللي معروفين، أمثال ممدوح مرعي وبتاع العبارة وبتاع الاستثمار وبتوع الاقتصاد وبتوع الأراضي وبتوع القروض وكتير 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 حضرتك، وبتوع الانتخابات وبتوع التزوير. أقول لحضرتك أنا عاوز واحد من اللي بيتكلموا في مشروع قانون السلطة القضائية الحالي كان بيقول لفظ وحش ضد أو لفظ سيء ضد المخلوق سواء قبل الثورة أو بعد الثورة. خلي بالك بأكد بس. نعم يا فندم. لا بأكد جزئية يا فندم، أنا عارف إن فيه تيار استقلال، ولكن عندما نقول أن يستقل القضاء في ظل ظروف ده، أنا هقول ما أنا هقول لحضرتك الكفاءة والنزاهة، ويجب حضرتك أن نبارز بعض في ميدان، والميدان بالنسبة لنا هو مجلس الشعب. عندما يأتي مجلس الشعب هو ده الميدان اللي بيني وبينك. المجلس العسكري لا يعلم شيء عن هذا الامر، والمجلس العسكري لسه ذاكرين النهارده في الجرايد قالوا كالاتي ان لم يعرض هذا القانون على المجلس العسكري اطلاقا. قال الكلام ده. اللي احنا عاوزين ناكد حضرتك حاجه، والله لو كان بالفعل فرسان القضاء ايام من 2010 و2009 و2008 و2005 و2000 و97 و98 كان سهل قوي عليهم يمرروا القانون لو عاوزين يمرروه. انما لو كان في جرأه وفعلا بالفعل كان في شجاعه الرجل القاضي اللي احنا المفروض بنعودها في القاضي، كان على الاقل مررها زمان. يجي مررها في وقت ما فيش حاكم، ما فيش مجلس شعب، ما فيش دستور. انت مع هدك ده معناه ايه؟ لا ده معناه الخوف، هم خايفين على كراسيهم
كل من خاف على كرسيه احنا نقف ضده. اتفضلي. المستشار بيكي ده راجل متقاعد، هيخاف على كرسيه ازاي؟ طيب انا لا 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 دي واحده دي واحده دي واحده دي واحده عنده ملايين مليارات. هو انت يا استاذه الذي لا يصل، لا لا يا فندم لا يا فندم، الذي لا يصل الذي لا بعد اذن حضرتك الذي لا يصل الى سمع حضرتك ان المستشار مكي او المستشار زند او غيره ان جاء وقت وفي عنده قضايا فساد سابقه او قديمه فلا بد ان تفتح، اما اذا مر هذا القانون فان كان في قضيه فساد فتقفل وتغلق، ولا الكلام ده غلط؟ يعني احنا لو اتمرر القانون ده تقدر تحاسب قاضي بعد كده؟ السؤال بقى بساله لكل جموع الشعب المصري، تخيلي لو القانون ده مر هذه الايام لا يستطيع احد يقدم طلب امام مجلس الشعب ويقول ان فلان ده زور كذا، ولا ان فلان قتل كذا، ولا ان فلان شارك في حفظ قضايا كذا، ولا ان فلان اصدر حكم لصالح كذا، لان كل ده هيبقى فعلا ذهب ادراج الرياح، وفي نفس الوقت لا يستطيع احد يتحدث مع القضاة لانهم اصبحوا الحاكم بامره. واؤكد عليك في كلمه اخيره انه ذهب مبارك المخلوع واتى مكانه اكثر من مليون قاضي باسم مبارك، وده اللي انا عاوز اوصله لحضرتك. شكرا يا استاذ.